رمضان كريم. طبعا المشروبات البارده جدا مهمه في شهر رمضان، مهمه جدا في الشهور الحاره او شهر الصيف، لكن في اشياء يمكن نحن نستمر ناخذها طيله اشهر السنه بما فيها رمضان. عندنا الشاي الاخضر، يعني لو اقول لكم قد يسالوني ليش الشاي الاخضر في رمضان، بعد خلينا بس نركز على قمر الدين، عرقسوس، كركديه، الجلاب والى اخره. اقول لكم لا، الشاي الاخضر هو يتربع ملكا على جميع المشروبات بلا استثناء، جميع المشروبات البارده والحاره هو رقم واحد لا منافس له الشاي الاخضر. ليش؟ الحين الشاي الاخضر يحتوي على مضادات اكسده جدا 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 عاليه، الكاتشين والبوليفينولز، ما تتصورون اهميتها لجسم الانسان، تقوي المناعه، واعتقد يعني الجهاز الامني لكل دوله يماثله في جسم الانسان الجهاز الامني هو المناعه، فلازم نقوي جهازنا المناعي وبالتالي عن طريق مضادات الاكسده. والشاي الاخضر مثل ما قلنا هو ملك على جميع المشروبات، يحتوي على تلك المضادات الاكسده فيقوي المناعه، هو يحمي من جميع السرطانات، ويحمي من جميع مراحل تكون السرطانات الاربعه او الخمس، كما انه الشاي الاخضر يحارب التسوس، الشاي الاخضر يقلل من نسبه الكوليسترول ويخفض ارتفاع ضغط الدم ويخفض نسب السكري في الدم لدى مرضى السكر، بل ويحمي وظائف القلب من اي امراض. حتى لو تقولون والله انزين شو رايك في الشاي الاسود، الشاي الاسود فيه مضادات اكسده لكن لا يفوق الشاي الاخضر في مضادات الاكسده، بل على العكس الشاي الاخضر يمكن فيه نسبه الكافيين اكثر. احنا في رمضان ما نبى كافيين اكثر، ليش؟ الكافيين شو يسوي؟ يعطش، واحنا ما نبى العطش في رمضان، فخلونا على الشاي الاخضر. الان لو ينحق التوصيات العالمية، التوصيات العالمية تقول يعني من 3 إلى 10 أكواب شاي أخضر يوميا، لأنها مثل عقار البنسلين لكل إنسان. لكن أنا في رمضان لأنها حالة خاصة، نحن في فترة صيف نعطش، نبى سوائل تروي جسمنا، ما نبى حالة جفاف، إذا الشاي الأخضر أنا بقننه بس في رمضان، ما بمنعه، أنا بقننه، خلونا ناخذ 2 إلى 3 أكواب. تقولي لي ليش أخت ندى؟ بقول لكم لأنه عندنا بعد مشروبات رمضانية جميلة ما تطلع لها في رمضان، الكركديه والعرقسوس والقمر الدين والجلاب والرمان وغيره، فحرمنا نحرم منها، فخلونا ناخذها. لكن الشاي الأخضر ما زال متربع موجود، لا تحرمون نفسكم منه في شهر رمضان. أما الشيء الثاني اللي هو فعلا نصيحة من القلب أقول لكم إياها بخصوص المشروبات الغازية، شربوا باقي الأيام ولا تسمعون كلامي، لكن في رمضان أعتقد المشروبات الغازية مصيبة كبرى في شهر الفضيل. ليش؟ أولاً العلبة الوحدة من المشروبات الغازية بغض النظر عن الماركة يحتوي بدءاً من 8 ملاعق من السكر حتى أي رقم تبونه، لأن العبوات اختلفت في الأحجام واختلفت حتى في المكونات، شيء عبوة ماركة معينة 8 ملاعق من السكر في 9 في 10 في 12 في إلى آخره. فشو تسوي هاي السكر في الجسم وإحنا نشرب المشروبات الغازية؟ هي تدمر فيتامين بي، ونقص فيتامين دي بي في الجسم يؤدي إلى سوء الهضم وضعف في البنية، وهذا اللي ما نبغاه، ما نبى اضطرابات عصبية، ما نبى صداع، كآبة، أرق، تشنجات عضلية، وكلها نتيجة تدمر فيتامين د بي نتيجة وجود كمية هائلة من السكر الجاي من المشروب الغازي. طبعا لا تنسون عندنا حلويات رمضانية عربية بامتياز السكر فيها عالي، فنركز على هالنقطة. النقطة الثانية، شو يحتوي المشروب الغازي؟ يحتوي على ثاني أكسيد الكربون، غاز ثاني أكسيد الكربون. حد يحط غازات بجسمه يا جماعة بالعقل، فغاز ثاني أكسيد الكربون شو يسوي؟ يحرم المعدة من الخمائر اللعابية الهامة اللي لازم بعد تنزل مع الأكل، فكذي يسبب عسر هضم للمعدة عشان تهضم، لأن الهضم المبدأ يكون هني يلي هني تحت في المعدة، فغاز ثاني أكسيد الكربون يطيرن هاي الخمائر اللعابية. الشيء الثالث، الأحماض الفسفورية، كل مشروب غازي لازم يكون فيه حمض فسفوري عشان تحسون بالانتعاش بالغازات، فالحمض الفسفوري أيضا يلغي دور الإنزيمات في المعدة، الإنزيمات لما تنزل في المعدة تهضم الأكل، المفروض إحنا طاحنينها في الأسنان، في ناس يبلعون الأكل بلع فيحطون المسؤولية كلها على المعدة، المعدة إذا نزلت أنزيماتها ويا حمض الفسفوريك وحمض الماليك وحمض الكربونيك فيعدمون دور
الانزيمات الهاضمه، اذا شو سويتوا حق المعده؟ سويتوا تلبك معوي، عسر هضم، تكدسات للدهون، وتاتي على شكل كرش للبني ادم، وهي مصيبه لانها تجيب امراض عده، اولها المتلازمه الايضيه. ايضا المشروبات الغازيه اللي تدعى بالرجيم، واعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كلام خرطي، يحط لكم سكريات. شو السكريات الصناعيه؟ والسكريات الصناعيه خلاص الحين ربطوها بزياده الشهيه، زياده محيط الخصر، ولها ارتباطات بالسرطانات. فالله يخليكم، مشروبات الدايت ولا لكم خص فيها، لانها خدعه، خدعونا فيها، والسكريات الصناعيه اللي فيها مشبوهه حتى تثبت ادانته، وللحين لم تثبت ادانته. اخر شيء الكافيين، وبإحنا قلنا الكافيين يسبب العطش، حد يبى مشروبات فيها كافيين يشربها في رمضان؟ إذا نسبة الكافيين اللي فيها عالية، غير أنها تزيد ضربات القلب، غير أنها تسبب ارتفاع ضغط الدم، السكر، زيادة الهرمونات، تقرحات في المعدة إذا زادت عن حدها، لكن تسبب العطش. فأي عاقل يشرب مشروبات غازية فيها نسبة كافيين عالية وتسبب له العطش على مدى 14-15 ساعة من الصيام، أعتقد العاقل يأخذ الموضوع بجدية ويبعد عمره من المشروبات الغازية. وهي عادة جميلة يكتسبها في رمضان، انه يخلي المشروب الغازي مرة كل اسبوع يشربها ما بعد رمضان. هذا هو السلوك الجميل اللي لازم يكتسبه في الشهر الفضيل. نترككم في حفظ الرحمن، ومع السلامة.